هنبدأ إن شاء الله النهاردة في المحاضرة رقم 8، ودي المحاضرة إن شاء الله تكون الأخيرة في الجزء اللي هو الإلكتريك بوتنشال. وزي ما أنتوا عارفين، المحاضرة اللي فاتت كنا أخذنا فيها الإلكتريك فيلد من كوندكتنج سفير. هنبدأ إن شاء الله النهاردة الالكتريك فيلد من نون كوندكتنج تشارجد سفير. طبعا في الكوندكتنج سفير احنا اكتشفنا ان البوتنشال عند اي نقطه جوه كونستانت بيساوي كي كيو على ار كابيتال، وعند اي نقطه بره البوتنشال طلع بكي كيو على ار سمول. ده في الكوندكتنج سفير، يعني الالكتريك فيلد جوه ثابت وبيساوي البوتنشال على السيرفس، بينما الالكتريك بوتنشال بره بيتغير مع ار سمول. عايزين بقى نعمل نفس الخطوات لما نجيب الالكتريك فيلد من نون كوندكتنج سفير. طبعا برضو هستفيد ان انا عارف الالكتريك فيلد، ومن الالكتريك فيلد هقدر اجيب الالكتريك بوتنشال. طبعا هنا في غلطة عايزين نبقى نصلحها، ادينا صلحناها اهو. الالكتريك بوتنشال من نون كوندكتنج سفير، احنا جبنا قبل كده الالكتريك فيلد باستخدام جاوس رول للنون كوندكتنج سفير، فكان الالكتريك فيلد عند اي نقطة في الخارج رو ار سكويرد على 3 ابسلون نوت ار سمول سكويرد، بينما الالكتريك فيلد عند نقطة في الداخل رو في ار على 3 ابسلون نوت. طبعا اللي قدامك دول هما الالكتريك فيلد فانكشنز، يعني هي دي الفانكشنز اللي بتدي الالكتريك فيلد عند اي نقطة في الداخل او في الخارج. من معرفتنا للالكتريك فيلد هنقدر نجيب الالكتريك بوتنشال، طبعا بالانتجريشن، لان الانتجريشن بيستخدم لما يكون الالكتريك فيلد هو اللي نون معروف واللي مطلوب الالكتريك بوتنشال. برضو هشتغل على السفير وهعتبر عندي بوينت A و B و C و D زي ما عملت مع الكوندكتنج سفير. بوينت A و B و C و D الاربع بوينتس بيبعدوا عن سنتر السفير مسافة r سمول، بس عند البوينت A r سمول اكبر من r كابيتال، عند البوينت B r سمول تساوي r كابيتال، عند البوينت C r سمول أصغر من r كابيتال، عند البوينت D r سمول بتساوي 0. وبرضو لما هجيب الإلكتريك فيلد عند النقطة A هستخدم إن الإلكتريك فيلد، أو هستخدم القاعدة اللي بتقول إن الإلكتريك فيلد عند إنفينيتي بيساوي 0. يعني بالعربي هجيب بوتنشال البوينت A بدلالة البوتنشال عند الانفينيتي. تمام، لما حاجة استخدم الصيغة بتاعت الانتجريشن، انتجريشن اي جي ار كوساين ثيتا، يعني مش هستخدم اي جي ال كوساين ثيتا، لا هستخدم الفورمولا اللي فيها اي جي ار كوساين ثيتا. وفي جميع الاحوال لو كانت السفير تشارجد بوزيتيف فاتجاه الالكتريك فيلد هو اتجاه ار، يعني دايما هتكون الانجل بزيرو. اما لو كانت السفير تشارجد نيجاتيف فهيبقى عندي الار لبره والالكتريك فيلد داخل لجوه للسنتر، يعني هتبقى الانجل ب 180. بس احنا زي ما انتم عارفين في اي استنتاج دايما بنعتبر ان التشارج اللي عندنا تشارج بوزيتيف. لما هنبدا نجيب الالكتريك بوتنشال من نون كوندكتنج سفير، حاجه اشتغل على بروبلم، يعني هشرح الجزئيه دي على اساس انها بروبلم. البروبلم بتقول لك ايه؟ عندي تشارج متوزعه في الهواء على شكل كوره، الراديوس بتاعها 6 سنتي، وبيقول لك الالكتريك فيلد جيفن باي التو رولز دول.
الرول الأولاني 2.083 في 10 to power 5 R، ده عند أي نقطة جوه السفير. E بتساوي 45 على R squared، ده عند أي نقطة بداخل السفير. وعايز يجيب الإيه؟ البوتنشال، يعني عطيلك الإلكتريك فيلد وطالب البوتنشال. لاحظ حاجة، هو عطيلك الـ E 2.083 10 to power 5 R اللي هي نفسها رو في R على 3 إبسلون نوت، بس الرو على 3 إبسلون نوت ضربهم في بعض وعطالك قيمتهم هنا. والـ E بيساوي 45 على R squared، هو نفس الرو لرو R كابيتال تكعيب على 3 إبسلون نوت R small squared، بس الـ 45 دي بتعبر عن إيه؟ عن رو في ار كابيتال كيوبد على 3 ابسلون نوت. يعني ملحوظه، انت تقدر تجيب قيمه رو وار من التو ريليشنز اللي اعطيهم لك دول. الثابت ده تساويه برو على 3 ابسلون نوت، منه تقدر تجيب رو، تعوض برو هنا وتساوي ال 45 برو في ار كابيتال تكعيب على 3 ابسلون نوت، من هنا تقدر تجيب الايه؟ الار. بس هو على فكرة هنا عطيلك الار، ار هنا على فكرة زيادة، ممكن ما كانش يديها. وانت اقعد جرب في البيت، ساوي الرو على 3 ابسلون نوت ب 2.083 10 to power 5 وطلع قيمة رو، وساوي ال 45 برو في ار كابيتال كيوبد على 3 ابسلون نوت وعوض بالرول اللي جبتها وطلع ار. ان شاء الله هتطلع ار، هتطلع فعلا بستة ايه سنتي. مش موضوعنا، هو عايز ما تنساش البوتنشال عند ايه وبي وسي ودي. هنعمل نفس الخطوات اللي عملناها مع الكوندكتنج سفير. هنبدأ بالبوينت ايه الاول، في اي ماينس في انفينيتي ماينس انتجريشن من انفينيتي لايه اي دي ار كوساين ثيتا، واتفقنا ثيتا الانجل ما بين الاي والار ودي بتساوي 0 كوساين 0 بواحد. الحيز اللي ما بين انفينيتي وايه، المنطقه اللي ما بين انفينيتي وايه، دي منطقه خارج السفير، فلما اجي اعوض عن الاي اعوض عنها بالفانكشن دي ولا بالفانكشن دي؟ طبعا اللي تحت، لان الفانكشن اللي تحت عند ار اكبر من ار عند نقطة خارج التشارجد سير، وأنا من إنفينيتي لـ A ماشي في منطقة خارج التشارجد سفير، يبقى هشيل الـ E وعوض عنها 45 على R squared. الماينس دي الماينس بتاعة الرول الأساسي هتروح مع الماينس بتاعة الانتجريشن، لأن الانتجريشن دي R على R squared ماينس 1 على R، راح الماينس مع الماينس وادي الـ 45 أعوض بالنقطة اللي فوق ماينس النقطة اللي تحت، واحد على R ماينس واحد على infinity. محدش يبقى يكتب لي واحد على A ماينس واحد على infinity، لأن الـ A ده اسم البوينت، لكن البوينت اللي اسمها A تبعد مسافة R small. تمام، يبقى واحد على R small، R small بتاعة النقطة A ماينس واحد على انفينيتي. طلع 45 على R، ده الالكتريك بوتنشال عند البوينت A او عند اي نقطة اوتسايد النون كوندكتنج سفير. ادي اول رول وصلنا له. بعد النقطة A عايزين نجيب البوتنشال عند النقطة B، زي ما عملنا مع الكوندكتنج سفير. النقطة B على السيرفس اقدر اعتبرها في الخارج او اقدر اعتبرها في الداخل. فلو انا اعتبرت ان البوينت بي ضمن البوينتس اللي اوتسايد، يبقى ساعتها اقدر استخدم الرول ده، لان الرول ده بتاع الاوتسايد بوينتس، بس جاست ان انا اعوض عن ار سمول بار كابيتال. يبقى انا كده جبت البوتنشال عند ايه وجبت كمان البوتنشال عند بي، وبعدها هجيب البوتنشال عند سي. السؤال هنا قبل ما نروح للصفحة اللي بعد دي، السؤال
لما اجيب البوتنشال عند النقطة سي، مين النقطة اللي هتساعدني علشان اجيب البوتنشال عند سي؟ مين النقطة اللي انا عارفها وعارف البوتنشال عندها واقدر اجيب منها البوتنشال عند النقطة سي؟ مين النقطة المساعدة؟ لما انا اشتغلت على النقطة ايه، كانت النقطة المساعدة اللي عند انفينيتي، علشان انا عارف ان البوتنشال عند انفينيتي بزيرو. يا هل ترى لما اجي اشتغل على البوينت سي، مين النقطة اللي هتساعدني؟ في ناس هتقول لي النقطة اللي في انفينيتي، صح ممكن، بس ساعتها همشي منين لفين؟ من انفينيتي للنقطة سي، يعني همشي في منطقتين، منطقة خارج السفير ومنطقة داخل السفير. ساعتها يبقى الانتجريشن معقد، ساعتها الانتجريشن لازم اقسمه من انفينيتي لبي ثم من بي لسي. يعني لا يفضل ان انا اجيب بوتنشال البوينت سي بمساعدة النقطة بتاعت الانفينيتي، لكن الأحسن إن أنا أجيب potential النقطة C بمساعدة النقطة B، طالما أنا دلوقتي already خلاص عرفت الـ potential عند النقطة B. فزي ما أنت شايف هنا الـ VB تساوي الـ VA، ده لما تكون الـR بتساوي R capital. ده اللي أنا قلت لك عليه، إن النقطة B على السيرفس أقدر أعتبرها زي النقط اللي بره، فاستخدم الرول بس عوض عن R small بR capital. كده جبت البوتنشال عند B. لما اجيب البوتنشال عند C، النقطة اللي هتساعدني، النقطة اللي هتعكز عليها هي النقطة B، علشان انا اوريدي خلاص عرفت البوتنشال عند B. VC minus VB بتساوي minus integration من B ل C E. ويا هل ترى هعوض عن ال E بإيه بقى دلوقتي؟ بالفانكشن 2.083 10 to power 5 R، لأن هو ده الإلكتريك فيلد في المنطقة اللي جوه السفير، وأنا ماشي من B لC، يعني فعلا في المنطقة اللي جوه السفير. الماينس هطلعها بره، والثابت ده هطلعه بره، يتبقى انتجريشن R دي R اللي هي R سكويرد على 2 من النقطة B للنقطة C. يبقى الفولت عند C، البوتنشال عند C، هدخل ال VB جوه بالبوزيتيف، ادي الماينس، ادي الثابت، الاتنين دي هطلعها بره، هعوض بالليمت اللي فوق عند النقطة C R small تساوي R small، وعند النقطة B R small تساوي R capital. تمام، كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هعوض عن قيمة ال VB 45 على R capital من هنا، بلس بدل ماينس، وطالما كتبت بلس بدل ماينس هبدل دول مكان بعض، R capital squared minus R small squared. يطلع لي equation، أقدر أستخدم الـ equation دي to get الـ electric potential عند النقطة C. تمام؟ طيب لو عايز بقى الـ potential عند النقطة دي اللي هي المركز، هقول إن الـ VD هي نفسها الـ VC، بس بعد ما أعوض عن R بتساوي 0، لأن عند السنتر الـ radius بيساوي زيرو، أو المسافة بتساوي زيرو. أعوض أقدر أطلع البوتنشال عند دي، يبقى أنا طلعت كام بوتنشال؟ 4. البوتنشال عند النقطة A، وده لو تفتكروا كان K Q على R small، يعتمد على قيمة R small، لأن النقطة A نقطة عامة جاست تقع بره السفير. البوتنشال التاني VB 45 على R capital، وده عند السيرفس بالظبط، يعني قيمة ثابتة. الرول التالت أو الإيكويشن التالتة، البوتنشال عند C، وده طلع بيعتمد على R small، لأن النقطة C أي نقطة just inside السفير، يعني R small اللي هنا شرطها إنها تكون أصغر من أو تساوي R capital. على فكرة في البوتنشال C، لو حطيت R small تساوي R capital، يعني اشتغلت عند نقطة على السيرفس،
هتلاقي الترم ده كله راح بزيرو، وارجع تاني ال 45 على ار، نفس البوتنشال بتاع النقطة اللي على السيرفس. بينما البوتنشال عند النقطة دي طلع ثابت، لأن دي نقطة محددة اللي هي عند مركز السفير. كل اللي هعمله بعد كده إن أنا كمثال هجيب الفولت عند 9 سنتي وعند 6 سنتي وعند 3 سنتي وعند السنتر. ما تنساش إن السفير اللي كانت في البروبلم كان الراديوس بتاعها 6 سنتي، يعني 9 سنتي دي نقطة في الخارج، يعني هستخدم الرول الأول. 6 سنتي دي نقطة على السيرفس، يعني هستخدم الرول التاني. الفولت عند 3 سنتي دي نقطة داخلية، هستخدم الرول التالت. في عند السنتر هستخدم الرول ده اللي هو البوتنشال عند مركز التشارجد سفير. تمام؟ فاحنا كده أخدنا الالكتريك بوتنشال من نون كوندكتنج سفير، وحلينا كمان عليه ايه بروبلم. تمام. الموضوع اللي هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو الالكتريك بوتنشال من تشارجد رينج. تمام. عندي هنا تشارجد رينج الراديوس بتاعها ار، وعايز اجيب الالكتريك بوتنشال عند بوينت على الاكسس اوف ذا رينج، نقطه بتبعد عن سنتر الرينج مسافه اكس. طبعا هنيجي على الرينج هنقسمها لاليمنتس، ادي اليمنت اللي التشارج بتاعته دي كيو، وهنجيب البوتنشال هنا الناتج عن هذا الاليمنت. وزي ما انتم عارفين طبعا الاليمنت فيري فيري سمول علشان اقدر اتعامل معاه كما لو كان بوينت تشارج. فيبقى عندي دي في البوتنشال الناتج من الاليمنت بيساوي كي في التشارج للاليمنت على المسافه ما بين البوينت والاليمنت اللي هي روت ار سكويرد بلس اكس سكوير. خد بالك هنا باخد الديستانس مش سكويرنج الديستانس، انا بجيب البوتنشال مش الالكتريك فيلد. وبرضو خد بالك ان انا هنا باخد اليمنت واحد، مش باخد بقى تو اليمنتس. انا كنت باخد تو اليمنتس في الالكتريك فيلد علشان اعمل تيست للدايركشن، بس انا عارف ان البوتنشال ليس له اتجاه، ليس له دايركشن، فهو اليمنت واحد اقدر اجيب الجي في الناتج عن هذا الاليمنت. لو عايز التوتال بوتنشال هعمل انتجريشن لجي في الكي وروت ار سكويرد بلس اكس سكويرد ثوابت هطلعها، يتبقى انتجريشن جي كيو اللي هي بتساوي كيو اللي هي التوتال تشارج للرينج. ببساطة جدا قدرت اطلع الرول اللي يجيب الالكتريك بوتنشال الناتج عن الرينج. سؤال، اللي انا طلعته ده هل ده الالكتريك بوتنشال الناتج عن الرينج عند بوينت محدده، ولا اللي انا طلعته ده الالكتريك بوتنشال فانكشن؟ طبعا اللي انا طلعته هنا ده الالكتريك بوتنشال فانكشن، بدليل ان انا اقدر اعوض عن اكس باي قيمه يطلع لي البوتنشال عند هذه النقطه، يعني اقدر احط اكس ب 10 سنتي ب 20 سنتي باي قيمه اقدر اطلع البوتنشال عند النقطه اللي انا عايزها، يبقى ده البوتنشال فانكشن. اقدر اجيب منه الالكتريك فيلد ازاي؟ ما احنا عارفين ان البوتنشال لما اجي اعمل له ديريفاتيف يطلع الالكتريك فيلد اي اكس ماينس ديريفاتيف للفي بالنسبه لاكس. هاجي اعمل ديريفاتيف للفي بالنسبه لاكس اقدر اطلع الالكتريك فيلد في اتجاه اكس، في اتجاه الاكسس للرينج. لو حبيت اجيب اي واي هعمل ديريفاتيف بالنسبه لواي، وطالما ان الرول لا يحتوي على واي يعني كله يعتبر ثوابت بالنسبه لواي، فالاي واي بتساوي 0
والـ E زد بتساوي 0. معنى كده إن الإلكتريك فيلد فقط في اتجاه X، وده اللي احنا أثبتناه لما جبنا الإلكتريك فيلد من تشارجد رينج، وحتى طلع نفس الرول. يعني الرول ده جبته في الشابتر اللي فات، ودلوقتي جبته من ديريفاتيف الفي بالنسبه لاكس. عندي هنا بروبلم بسيطه على اللي تشارجد رينج. تشارجد رينج ليها راديوس 15 سنتيمتر ولامدا 6 نانو كولومبير متر. يعني هنا مش عاطيني التوتال تشارج للرينج، عاطيني التشارج بير يونت لينكس. عايز الالكتريك فورس على الكترون موجود على الاكسس بتاع الرينج عند بوينت على بعد 12 سنتي. وبعد كده بيقول لك لو الكترون ستارتس فروم ريست عند النقطة اكس ب 12 سنتي، عايز الفيلوسيتي بتاعته لما يوصل لسنتر الرينج. اول حاجة الفورس اللي على الالكترون اف تساوي كيو في ايه. هتقول لي طب الرول ده ما اقدرش استخدمه الا اذا كانت كيو بوينت تشارج. طب ما هو الالكترون اللي انا حطيته على الاكسس بتاع الرينج ده يعتبر طبعا بوينت تشارج. يعني في الرول ده مين اللي عمل الالكتريك فيلد؟ مين اللي سبب الالكتريك فيلد؟ اللي تشارجد رينج. مين اللي هيتاثر بهذا الفيلد؟ اللي هي الالكترون. الاي بتساوي كي كيو اكس على اكس سكوير بلس ار سكوير 3 على 2، ده الالكتريك فيلد من اللي تشارجد رينج. بس هنا بدل كيو حعوض لامدا 2 باي ار. يعني هنا كيو هي توتال تشارج للرينج بتساوي لامدا في طول الرينج اللي هو 2 باي ار. كده قدرت اجيب الايه؟ الكيو. اعوض بيها اقدر اجيب الالكتريك فيلد اف تساوي 1.38 10 to power minus 16 نيوتن. طبعا هنا عوضت في الرول، وما تنساش ان الكيو ستار دي اللي تشارج بتاعت الايه؟ الالكترون. بعد كده الجزء الثاني، علشان عايز اجيب الفيلوسيتي بتاعت الالكترون لما يوصل للسنتر، يعني هو اتحرك من البوينت 12 سنتي للبوينت اللي عندها اكس بتساوي 0. ما هو عند سنتر رينج اكس بتساوي 0. هشتغل على التوتال انرجي عند نقطة الانطلاق، ونقطة الانطلاق اللي هي بتبعد عن السنتر 12 سنتي بيساوي التوتال انرجي للالكترون لما يوصل للنقطة النهائية اللي هي سنتر الرينج. بس هنا بيقول لك ان الالكترون starts from rest، يعني الانيشال فيلوسيتي بتاعته بتساوي 0. الهاف ام في انيشال سكوير ده الكاينيتيك انرجي. شارج الالكترون في البوتنشال عند النقطه 12 سنتي ده الالكتريك بوتنشال انرجي بيساوي هاف ام في فاينل سكوير اللي عند السنتر بلس الترم ده بيعبر عن الالكتريك بوتنشال انرجي. فمش هقدر استخدم الرول ده الا لما اجيب الفي عند 12 سنتي واجيب الفي عند السنتر. هعوض في رول البوتنشال اللي انا لسه مستنتجه من شويه، بس هنا هعوض عن الاكس ب 12 سنتي، وهرجع لنفس الرول بس هعوض عن اكس بتساوي 0. يطلع الرول ده اللي يجيب لك الالكتريك بوتنشال عند السنتر. هعوض في الرول، وزي ما قلت الفي انيشال بتساوي 0، اقدر اجيب الفي فاينل اللي هي الفاينل فيلوسيتي للالكترون لما يوصل للسنتر. خد بالك انت لما بتعوض في الرول ده بتعوض عن التشارج بتاعت الالكترون بالماينس، هنا برضو التشارج بتاعت الالكترون بالماينس. هنا الفيلوسيتي بتاعت الالكترون لما يوصل للسنتر، طبعا ما هو انت عندك الرينج تشارج بوزيتيف، والالكترون لما يبدا عند بوينت على بعد 12 سنتي هينجذب اتراكت للرينج، فالفيلوسيتي بتاعته هتزيد. يعني بالعربي كده في البروبلم دي الالكترون ماشي بمزاجه،
يعني الإلكترون في البروبلم دي ماشي تحت تأثير الفورس اللي بتأثر عليه نتيجة الرينج. يعني لو هو طلب منك في بروبلم زي دي تجيب الورك دان تو ترانسفير الإلكترون من البوينت إكس بتساوي 12 سنتي للسنتر، أكيد الورك لازم هيطلع بالبوزيتيف، لأن أنا قلت إن الورك بيكون بالبوزيتيف لما الشارج بتبقى ماشية براحتها، هي اللي ماشية بنفسها مش أنا اللي بحركها عكس الفيلد، لا الفيلد هو اللي بيحركها، الفيلد هو اللي بيجذبها، زي الإلكترون ما انجذب للرينج اللي هي بوزيتيف وهو إيه نيجاتيف. جرب إنك تحل في البروبلم دي وتجيب الورك دان تو ترانسفير الإلكترون من البوينت 12 سنتي للبوينت بتاعت السنتر، وإن شاء الله لازم هيطلع معاك الورك في البروبلم دي بالبوزيتيف. وما تنساش إن الورك بيساوي ماينس دلتا يو، يعني الورك بيساوي ماينس كيو دلتا في، ماينس كيو في دلتا في، والدلتا في في النهائية في عند السنتر أهي، ماينس في الابتدائية أو عند النقطة الابتدائية اللي هي الفي عند 12 سنتي. في عند السنتر ب 300 وشوية، في عند 12 سنتي ب 200 وشوية، يعني الفي سنتر ماينس الفي 12 سنتيمتر، البراكت ده هيطلع بالبوزيتيف. وانت عندك تشارج الالكترون بالنيجاتيف وعندك الماينس بتاعت الرول، يعني عندك اتنين ماينس هيتضربوا في بعض، يعني فعلا الورك لازم هيطلع بالايه بالبوزيتيف. عندنا هنا بروبلم تانية على التشارج درينج، بس يمكن بروبلم اصعب او فيها فكرة عن البروبلم اللي فاتت. بيقول لي هنا عندي رينج الريجيس بتاعه جي على 2، ده على اساس ان جي هي الدايمتر، تشارجت بنيجاتيف تشارج ماينس 2.5 كيو، يعني المره دي الرينج تشارجت نيجاتيف. عايز يجيب الالكتريك فيلد عند نقطه على الاكسس اوف ذا رينج بتبعد عن سنتر رينج مسافه 5 جي. حاجه اكتب هنا رول الرينج الالكتريك فيلد من رينج، وهعوض في الرول ده عن اولا x بتساوي 5 دي، ده على اساس ان هو عايز الالكتريك فيلد عند نقطه بتبعد عن السنتر بتاع الرينج 5 دي، وهعوض ان الار بجي على 2 الراديوس نص الدايمتر، والمهم ان انا هعوض عن كيو ب 2.5 كيو زي ما قال لي، بس طبعا هنا هعوض عن الكيو كابسوليوت فاليو، ده على اساس ان رولز الالكتريك فيلد كلها لما بعوض عن اللي تشارج بعوض عن اللي تشارج كابسوليوت فاليو. اقدر اعوض هنا، ادي الكي، الكيو شلتها وكتبت 2.5 كيو اكس 5 جي، عملت لها سكويرنج هنا بقت 25 جي سكويرد، بلس الار عملت لها سكويرنج بقت جي سكويرد على 4، وجمعت الارقام وحسبت يطلع هو ده الالكتريك فيلد، بس انا كنت ناسي ان الرقم ده في كي كيو على جي سكوير، كتبتها لكم دلوقتي. بعد كده طالب الالكتريك بوتنشال عند نفس البوينت، نفس البوينت اللي بتبعد 5 دي عن سنتر الرينج، ادي الرول اللي بيدي الالكتريك بوتنشال كي كيو على روت اكس سكويرد بلس ار سكويرد، بس انا بدل ما اكتب روت كتبت البراكت تو باور هاف، برضه هعوض عن ار بجي على 2 وعن x ب 5 دي علشان ده عايز البوتنشال عند نفس البوينت x بتساوي 5 دي، بس لما هعوض عن q هعوض عنها بالساين بتاعتها ماينس 2.5 q، ده على اساس ان اللي تشارج نيجاتيف، وانا عندي رولز البوتنشال لما بعوض في رولز البوتنشال بعوض عن اللي تشارج بالساين بتاعتها، فالمهم يطلع البوتنشال هنا بالنيجاتيف، ده لأن الرينج شارجت نيجاتيف، وجمعت الأرقام وحسبتها يطلع هو ده البوتنشال الناتج عن الرينج. في الجزء التالت بقى وده الأهم،
بيقول لي ايه؟ الكترون بروجكتد من البوينت اللي عندها اكس ب 10 سنتي جهه السنتر بفيلوسيتي 2.2 10 باور 7 متر بير سكند. عايز الفيلوسيتي للالكترون لما يوصل لسنتر الرينج. وبيقول لي خد كيو ب 2 نانو كولوم. لما تاخد الكيو ب 2 نانو كولوم معنى كده ان التشارج بتاعت الرينج ماينس 2.5 في 2 نانو كولوم يعني في ماينس 5 نانو كولوم. ماينس 5 نانو كولوم دي تشارج الرينج. وبيقول لك خد الدايمتر ب 8 سنتي يعني معنى كده ان الريديوس ب 4 سنتي. ادي الرينج تشارجد نيجاتيف وادي البوينت اللي هعمل له من عندها بروجكشن بالفيلوسيتي دي والبروجكشن جهه السنتر. عايز يجيب الفيلوسيتي لما يوصل عند الايه السنتر. وادي التعويض اللي قالك عليه كيو ب 2 نانو كولوم يبقى هنا ماينس 5 نانو كولوم والديامتر 8 سنتي يعني الريديوس ب 4 سنتي. هنا دلوقتي علشان احل البروبلم دي برضو هشتغل على conservation of energy. بس قبل ما اشتغل على conservation of energy لازم اجيب البوتنشال بتاع الرينج عند نقطة الانطلاق والبوتنشال الناتج عن الرينج عند نقطة الوصول. يعني اجيب البوتنشال عند النقطة A والبوتنشال عند النقطة C. ادي الكي ادي هنا الماينس 5 نانو كولوم يا كيو اكس ب 10 سنتي لان البوينت A بتبعد 10 سنتي وادي ريديوس الرينج. كده اطلع البوتنشال عند البوينت A. البوتنشال عند النقطة C عند السنتر حيث اكس بزيرو يبقى كي في التشارج على ار. ده بعد ما عوضت عن اكس بتساوي زيرو. وبرضو ادي التشارج للرينج وادي الفي سي. طبعا البوتنشال عند A والبوتنشال عند C الاتنين طلعوا بالA بالنيجاتيف. تمام. بالتوتال انرجي والتوتال انرجي اقدر اجيب الفيلوسيتي عند C. وما تنساش برضو لما بعوض عن تشارج الالكترون بعوض عنها بالنيجاتيف. في الرول ده كل حاجه بنعوض عنها بالساين بتاعتها. وبيبقى اعطيني ماس الالكترون اقدر اجيب الفيلوسيتي لما يوصل للبوينت سي. لاحظ بقى هنا حاجه، الرينج هنا تشارجد ايه؟ نيجاتيف. فين اتجاه الفيلد اللي بتعمله الرينج؟ داخل فيها. يعني الفيلد اللي بتعمله الرينج تو ذا ليفت شمال. طب والالكترون ده تشارج نيجاتيف، فالفورس اللي بتأثر عليه تبقى مع الفيلد ولا عكس الفيلد؟ عكس الفيلد لأن ده تشارج نيجاتيف. فالفورس اللي بتأثر على الالكترون يمين. ما طبعا لازم تبقى يمين لأن الالكترون نيجاتيف والرينج نيجاتيف عايزين يعملوا ريبالشن مع بعض، فالالكترون نفسه يروح يمين. يعني الفورس اللي بتأثر على الالكترون يمين. طب انا بحركه قصرا غصب عنه من النقطة A ل C يعني بحركه شمال. يعني في البروبلم دي الالكترون ماشي مش بمزاجه، عكس اتجاه الفيلد اللي بيأثر عليه، عكس اتجاه الفورس اللي ناتج عن الرينج. يعني انا اللي بحركه قصرا. استنتج من كده حاجتين، اول حاجة ان لازم الفيلوسيتي بتاعته تقل. وفعلا كان بادئ بفيلوسيتي 2 10 to power 7 اصبحت الفيلوسيتي بتاعته 1.23 10 to power 7 قلت الفيلوسيتي بتاعته. لو طلب منك الورك دان على الالكترون في البروبلم دي لازم يطلع بالنيجاتيف. طالما الالكترون ماشي غصب عنه قصرا يبقى الفيلوسيتي بتاعته تقل والورك دان عليه يبقى بالنيجاتيف. وانت ممكن تحلها بنفسك وجيب الورك دان. ما تنساش الورك دان هيساوي ايه؟ ماينس كيو دلتا في. ثلاث حاجات في بعض، ماينس في كيو في دلتا في. دلتا في بوتنشال النقطه
اللي هيوصل لها ماينس بوتنشال النقطة اللي بادئ منها. يعني الدلتا في، في عند سي ماينس في عند ايه، البوتنشال عند سي ماينس البوتنشال عند ايه، البوتنشال عند سي بماينس ألف وشوية، ماينس ماينس الرقم ده يعني البوتنشال ديفرنس في سي ماينس في ايه هيطلع بالنيجاتيف. انا قلت الورك يساوي ايه، ماينس كيو دلتا في. ثلاث حاجات، الدلتا في بالماينس، وتشارج الالكترون بالماينس، وماينس الرول ادي الماينس الثالثه، ثلاثه ماينس في بعض يدوا ماينس. ده يؤكد ان الورك في البروبلم دي لازم يطلع بالايه، بالنيجاتيف، والفيلوسيتي زي ما انتم شايفين تايه، تقل. الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي هو الالكتريك بوتنشال من تشارجد ديسك. بعد ما عرفنا الرينج وجبت البوتنشال الناتج عن الرينج، اقدر اجيب الالكتريك بوتنشال اللي ناتج عن الديسك. لو تفتكروا كان الالكتريك بوتنشال الناتج عن الرينج بيساوي ك مضروبة في تشارج الرينج على روت راديوس الرينج سكويرد بلس المسافة ما بين البوينت وسنتر الرينج سكويرد. هو ده رول الرينج بالكلام من غير الايه، الرموز، تمام؟ ك في تشارج الرينج على روت راديوس الرينج سكويرد بلس اكس سكويرد. فانا لو جيت على الديسك، وطبعا الاحظ ان الديسك هو مجموعه من الرينجز، يعني هقسم الديسك الى رينجز. انا راسم رينج منهم، الرينج دي الراديوس بتاعها ار سمول، الثيكنس بتاعها دي ار، بينما ار كابيتال ده راديوس الديسك، والاكس هنا هي المسافه ما بين البوينت اللي عايز اجيب عندها البوتنشال وسنتر الديسك اللي هو في نفس الوقت سنتر الاليمنت اللي هو الرينج، تمام؟ طبعا طالما انا عايز اجيب الالكتريك بوتنشال من ديسك، والديسك ده يعتبر سيرفس، يعني توزيع التشارج عليه باي اريا، يعني هتعامل بسيجما التشارج بير يونت اريا للديسك، التشارج اللي موجود على كل يونت اريا، اللي موجود على كل 1 متر سكويرد من سيرفيس الديسك. الاليمنت زي ما قلت لكم هاخده عباره عن رينج، الراديوس بتاعه ار، الثيكنس بتاعه دي ار، وطبعا لازم الثيكنس للرينج يبقى فيري فيري سمول علشان اقدر اعتبر ان الاليمنت اللي انا واخده فعلا عباره عن رينج. والتشارج بتاعت الاليمنت ده يعني التشارج بتاعت الرينج ده جي كيو. لو انا حبيت اجيب جي كيو اجيبها ازاي؟ جي كيو هتساوي سيجما في الاريا اوف رينج. على فكره انا لو ضربت سيجما في الاريا اوف ديسك يديني كيو اللي هي التشارج بتاعت الديسك، لكن انا عايز جي كيو تشارج الرينج يبقى سيجما في الاريا اوف رينج. الرينج انا مخطط عليه اهو علشان يبان، علشان اجيب الاريا بتاعته كاني هقطعه وافرده يبقى على هيئه ريكتانجل مستطيل، بعد الافراد يبقى طوله 2 باي ار اللي هو المحيط السيركمفرنس، والعرض بتاعه جي ار اللي هو الثيكنس. يعني الاريا للرينج ده، الاريا للاليمنت ده 2 باي ار في جي ار، 2 باي ار في جي ار. واظن الاليمنت ده كنا يمكن اتكلمنا عليه في الترم الاولاني، وعرفت ان الاليمنت ده اللي هو على شكل رينج لو انا حبيت اجيب الاريا بتاعته كاني بقطعه وبفرده على هيئه مستطيل طوله هو المحيط السيركونفرنس اللي هو 2 باي ار في العرض بتاعه اللي هو جي ار، يبقى الجي كيو بتساوي سيجما في 2 باي ار جي ار. جي في البوتنشال الناتج عن الرينج ك
في تشارج الرينج على سكوير روت لراديوس الرينج سكويرد ار سمول سكويرد بلس المسافه سكويرد اللي هي اكس اي سكوير. لو انا عايز اجيب التوتال بوتنشال اكيد هعمل انتجريشن، بس قبل ما اعمل انتجريشن هعوض عن دي كيو سيجما 2 باي ار دي ار. لما اجي هعمل انتجريشن الكي والسيجما والباي هطلعهم بره، كي وسيجما وباي ثوابت، انتجريشن 2 ار دي ار على روت ار سكويرد بلس اكس سكويرد، سبت ال 2 جوه على انها كونستانت علشان يبقى اللي فوق هو ديريفاتيف اللي تحت الروت، ديريفاتيف اللي تحت الروت 2 ار دي ار علشان الانتجريشن يبقى بيساوي 2 الروت. وفعلا ادي الكي سيجما باي الانتجريشن يدي 2 الروت. بعمل الانتجريشن منين لفين؟ انا اثناء الانتجريشن بجمع كل الرينجز، كل الرينجز اللي تكون الديسك من اصغر رينج الريديوس بتاعها 0 لاخر رينج اللي هي الريديوس بتاعها ار كابيتال، يعني حدود تغير الار سمول من 0 لار كابيتال. اجي عندي الاثنين طلعتها بره 2 كي سيجما باي، هعوض بالليمت اللي فوق، هشيل الار سمول واكتب بدلها ار كابيتال يبقى روت ار كابيتال سكوير بلس اكس سكوير، هشيل بعد كده ار سمول واحط بدلها 0 يبقى روت اكس سكوير اللي هو اكس. طلع هو ده البوتنشال الناتج عن الرينج، سوري انا اسف، طلع هو ده البوتنشال الناتج عن ديسك عند نقطة بتبعد عن سنتر الديسك مسافة X، وطبعا النقطة دي بتقع على الأكسس بتاع الديسك. تمام؟ ما تنساش السيجما دي هي اللي تشارج بير يونت اريا للديسك. لو عطالك السيجما بتعوض وتجيب البوتنشال عند أي بوينت. لو ما عطالكش السيجما وعطلك التوتال تشارج للديسك فالسيجما دي بتساوي التوتال تشارج للديسك كيو على التوتال اريا للديسك اللي هي باي ار كابيتال سكويرد. ده لو ما عطاش الايه السيجما. برضو تلاحظ حاجه ان الفي اللي انا طلعتها دي تقدر تجيب البوتنشال عند نقطه تبعد 10 سنتي عن سنتر الديسك، هتعوض عن اكس ب 10 سنتي. لو طلب البوتنشال عند نقطة على بعد 5 سنتي هتشيل الاكس وتحط 5 سنتي، يعني تقدر تجيب البوتنشال عند اي نقطة على الاكسس اوف ذا ديسك على محور الديسك. يعني اللي طلع قدامك ده هو البوتنشال فانكشن، البوتنشال فانكشن اللي تقدر تجيب منها البوتنشال عند اي نقطة على بعد X من سنتر الديسك. ده يخلينا نفكر في حاجة، إن إحنا نقدر نجيب الإلكتريك فيلد من البوتنشال. إن أنا أعمل ديريفاتيف للبوتنشال أقدر أجيب الإلكتريك فيلد. أهو EX بيساوي ماينس ديريفاتيف V بالنسبة لـ X، EY ماينس ديريفاتيف V بالنسبة لـ Y، وطبعًا EZ ماينس ديريفاتيف V بالنسبة لـ Z. بس انت عندك ال V للديسك اهي ما بتعتمدش الا على X، يعني هتطلع EX بس. ادي الماينس بتاعت الرول، الاتنين والكي والسيجما والباي دول كونستانس، ديريفاتيف للروت يبقى هاف الروت بقى تحت في تفاضل اللي جوه اللي هو 2X، ماينس X تفاضلها بماينس 1، يطلع هو ده الرول اللي بيدي اي اكس الالكتريك فيلد في اتجاه اكس، يعني الالكتريك فيلد في اتجاه الاكسس للديسك. وطبعا الاي واي بتساوي 0 والاي زد كمان بتساوي 0 لان الفي لا تعتمد على لا واي ولا اكس. يعني قدرت اطلع البوتنشال الناتج عن الديسك وقدرت كمان اطلع الالكتريك فيلد الناتج عن الديسك. هناخد بروبلم دلوقتي على البوتنشال من يونيفورملي تشارجد ديسك.
بيقول لك إذا كانت الـ V بتعطى من 3.11 10 to power 4 root x squared plus 0.0049 minus x، الكلام ده تحت الروت، الـ V بالفولت والـ x بالمتر. يعني هو عطالك الـ equation اللي تقدر تجيب منها الـ potential من ديسك. أول حاجة عايز يجيب الـ charge بتاعت الديسك. انت هتعمل ايه؟ انت هتقارن الايكويشن اللي انت جبتها للديسك، دي الايكويشن اللي احنا لسه، ده الرول اللي احنا لسه مستنتجينه للبوتنشال من ديسك، هتقارنه بالرول اللي هو عطيه لك، بالايكويشن اللي هو عطيها لك. ال 3.11 10 to power 4 تبقى هي ال 2 كي سيجما باي، طبعا ال 2 الكي 9 10 to power 9، الباي عندك، انت عايز سيجما. لما تقارن ده بده، لما تساوي ده بده، يطلع عندك السيجما تقدر تجيبها. روت ار سكويرد بلس اكس سكويرد، ادي اكس سكويرد، يبقى ده اكيد بيعبر عن ار سكويرد، يبقى 0.049 ده ار سكويرد، يعني الار ب 7 من 100 متر، يعني 7 سنتي. ودي الطريقة اللي قلت لك تجيب بيها سيجما. عايز بقى كيو للديسك، يبقى سيجما في باي ار كابيتال سكويرد، يطلع لك اللي تشارج بتاعت الديسك. المطلوب التاني عايز الالكتريك فيلد الناتج عن الديسك عند بوينت على بعد اكس بتساوي 12 سنتيمتر. ده الرول اللي انا طلعته للالكتريك فيلد من الديسك، ان انا جيت على الرول ده عملت له ديريفاتيف، ده الرول اللي طلعته للالكتريك فيلد من ديسك. ال2 والكي والسيجما والباي ما تنساش، هم دول ال3.11 10 to power 4 اهو، 1 ماينس اكس قال لك 12 سنتي، ادي اكس سكوير 0.12 سكوير ار سكوير، يطلع لك الالكتريك فيلد عند النقطه اللي تبعد 12 سنتي عن سنتر الديسك. عايز اللي تشينج في البوتنشال انرجي لبوينت تشارج ماينس 5 مايكرو كولوم، لو هي اتحركت على الاكسس للديسك من نقطة A لنقطة B، النقطة A x ب 5 سنتي والنقطة B x ب 15 سنتي، عايز اللي تشينج في البوتنشال انرجي. انا اعرف ان اللي تشينج في البوتنشال انرجي كيو دلتا V، يبقى لازم اجيب ال V عند البوينت A وال V عند البوينت B. ادي الديسك اهو، ادي النقطة A اللي بتبعد 5 سنتي، وادي ال B بتبعد 15، وادي البوينت تشارج اللي هينقلها من A إلى B. دلتا U بتساوي U عند B ماينس U عند A، يعني تساوي Q في VB ماينس Q في VA، واخدت ال Q common factor. ده البوتنشال عند البوينت A، عوضت في الرول، ده الرول بتاع مين؟ الديسك، طلع لي بوتنشال عند النقطة A، وجبت البوتنشال عند النقطة B، وطبعا الديسك كان بوزيتيف، طبعا البوتنشال عند A أعلى من البوتنشال عند B. دلتا U تساوي Q دلتا V، آدي الـ Q التشارج، البوينت تشارج دي نيجاتيف ماينس 5 مايكرو كولوم، جهد النهايه بوتنشال النقطه النهائيه هو عايز يحركه من A الى B، يبقى المفروض VB ماينس VA، يطلع بالنيجاتيف في نيجاتيف، يطلع الدلتا U بالبوزيتيف، وانا حولتها الى ملي جول. لو هو كان طلب الورك، احنا عارفين بقى ان الورك بيساوي ماينس دلتا يو، يعني نفس الرقم ده بس بالايه؟ بالماينس. وطالما الورك طلع بالماينس يبقى انا بحرك التشارج غصب عنها، يعني التشارج بتتحرك عكس الفورس اللي جاية من الالكتريك فيلد. الديسك ماله؟ بوزيتيف، يعمل فيلد في اي اتجاه؟ يمين، طالع من الديسك، ده الالكتريك فيلد. طيب اللي تشارج نيجاتيف،
الفيلد يأثر عليها فورس عكس الفيلد. الفيلد طالع من الديسك يبقى الفورس رايحة للديسك، وده منطقي لأن التشارج هنا للبوينت تشارج نيجاتيف والديسك بوزيتيف، يعني بينهم اتراكشن. انت بتحرك البوينت تشارج يمين عكس الفورس بتاعت الالكتريك فيلد، يعني بتحركها غصب عنها، يبقى لازم الورك يطلع بالنيجاتيف. وكمان تقدر تحصل على معلومة تانية هي مش مطلوبة هنا، بس لازم طالما هتمشي التشارج عكس الفورس اللي بتأثر عليها يبقى الفيلوستي بتاعتها لازم تقل. يعني لما تعمل بروجكشن للتشارج دي من A ل B، لما هتوصل ل B هتوصل بفيلوستي أقل من اللي بدأت بيها. تمام؟ الموضوع اللي عايزين نتكلم عليه دلوقتي هو الإيكوي بوتنشال سيرفيس. والإيكوي بوتنشال سيرفيس ده سيرفيس خيالي موجود في الهواء. تعريفه هو ايه؟ It is a surface where points whose points اللي البوينتس بتاعته يعني have the same electric potential. يعني هو السيرفيس اللي كل البوينتس بتاعته، كل البوينتس اللي عليه ليها نفس البوتنشال، ليها نفس الفولت. تمام؟ لو انا جيت على الريليشن ما بين البوتنشال والالكتريك فيلد اللي خدناها قبل كده وطبقنا عليها بروبلمز واستخدمناها قبل كده، في بي ماينس في اي ماينس انتجريشن فروم اي لبي اي دي ال كوساين ثيتا. لو كانت النقطه اي والنقطه بي نقطتين على الايكوي بوتنشال سيرفيس، يبقى النقطتين دول هيكون ليهم نفس البوتنشال، يعني الفي بي ماينس الفي اي بتساوي زيرو. ده لو كانت النقطتين A و B على الإيكوي بوتنشال سيرفيس. في الحالة دي VB ماينس VA بزيرو، طبعا الزيرو ده مش بسبب الإلكتريك فيلد، مفيش معلومة تقول لي إن الإلكتريك فيلد بزيرو، ولا الزيرو ده بسبب الدي ال، أكيد الزيرو ده بسبب ثيتا. يعني معنى كده كوساين ثيتا بزيرو، يعني الثيتا بتساوي 90. معنى كده ان الخط الواصل ما بين النقطتين A و B عمودي على بيربنديكولار على الالكتريك فيلد. معنى كده ان السيرفيس اللي انا مسميه equipotential surface ده بيربنديكولار على خطوط او على اتجاه الالكتريك فيلد. يبقى انا كده عندي تعريفين للequipotential surface او معلومتين عن الequipotential surface. اولا هو سيرفيس، كل النقط اللي بتكون السيرفيس ده ليها نفس البوتنشال. كمان السيرفيس ده بيربنديكولار على خطوط الالكتريك فيلد. فلو جيت هنا كمثال، ابسط مثال، لو كان عندي هنا بوينت تشارج، السيرفيس اللي انا عامله ده سيرفيس سفير، كل نقطة من السفير دي بتبعد عن البوينت تشارج نفس الديستنس، يبقى كل بوينت من سيرفيس السفير عنده نفس البوتنشال، عنده نفس الفولت. ولاحظ ان السفير خطوط الالكتريك فيلد اللي طالعة من البوينت تشارج بيربنديكولار عليها، طالما هي في اتجاه الريديوس يبقى بيربنديكولار على السفير. هنا انا مبين لك تو ايكوي بوتنشال سيرفيسز، سفير وسفير. السفير دي كل نقطه من على السيرفيس بتاعها ليه نفس البوتنشال في 1، والسفير دي كل نقطه من على السيرفيس بتاعها ليه نفس البوتنشال في 2. وطبعا بالمنطق في 1 اكبر من في 2، يعني لو كان كل نقطه من السفير دي الفولت عندها ب 100، فكل نقطة من السفير دي عندها الفولت مثلا ب80، لأن هنا عندي البوتنشال كل ما بعدت عن التشارج بي ايه بيقل، وما تنساش أنا شغال على تشارج ايه بوزيتيف. تمام؟ فده ايكو بوتنشال سيرفيس وده انذر ايكو بوتنشال سيرفيس. مثال تاني،
لو عندي لونج تشارج رد، اللونج تشارج رد لامدا، فاكرينه اللي هو اللي تشارج على كل متر منه بيساوي لامدا. الايكوي بوتنشال سيرفيسز عباره عن سلندرز، اسطح سلندرز، تمام؟ وطبعا سطح السلندر بيربنديكولار على خطوط الالكتريك فيلد، تمام؟ فهنا الايكوي بوتنشال سيرفيس عباره عن سلندرز. طبعا هنا راسم اتنين ايكوي بوتنشال سيرفيسز V1 و V2، كل نقطة من على الاسطوانة دي البوتنشال عندها V1 وكل نقطة هنا V2، تمام؟ أما لو كان عندي large charged conducting plate، فاكرينه؟ التشارج اللي على conducting plate يمين وشمال اهي تعمل electric field perpendicular على البليت. الايكوي بوتنشال سيرفيسز عباره عن مستويات موازيه للبليت. هنا عندي كده مستوى كل نقطه عليه الفولت عندها V1، عندي مستوى تاني كل نقطه عليه ليها بوتنشال V2. فزي ما قلت لك هنا الايكوي بوتنشال سيرفيسز عباره عن بلينز بارلل للسيرفيس بتاع البليت. وطبعا طالما انا قايل هنا اللي تشارج بوزيتيف والمستوى ده أقرب للبليت من المستوى ده، يعني V1 أكبر من V2. ما تنساش إن هنا بالذات في التطبيق ده فقط تقدر تقول إن V1 ماينس V2 تساوي E في G. ده على أساس إن الإلكتريك فيلد هنا يونيفورم، يونيفورم إلكتريك فيلد. والنقطة اللي على السيرفس الأولاني والنقطة اللي على السيرفس الثاني الخط الواصل بينهم بارلل للإلكتريك فيلد، يبقى تقدر تستخدم هذا الرول فقط في حالة الايه؟ البليتس، تمام؟ طبعا هنا الجي هي المسافة ما بين التو ايكوي بوتنشال سيرفيسز اللي هو المستويين اللي أنا مبينهم دول. هنا بروبلم سهل قوي، هنا بيقول لك large conducting plate السيرفيس تشارج دنسيتي بتاعته السيجما يعني 6 نانو كولوم بير متر سكويرد. اوجد الديستانس ما بين تو ايكوي بوتنشال سيرفيسز، البوتنشال ديفرنس بينهم 120 فولت، يعني عايز المسافه ما بين تو ايكوي بوتنشال سيرفيسز، عايز المسافه دي، وهو قايل لك ان البوتنشال ديفرنس 120 فولت. سهله جدا، إيه بتساوي سيجما على إبسلون نوت لأن ده بليت، لو كان شيت كنت قلت سيجما على 2 إبسلون نوت، لكن ده بليت يبقى سيجما على 2 إبسلون نوت. ده الإلكتريك فيلد. دلتا في بتساوي إي في دي، أقدر أستخدم الرول زي ما قلت لكم لأن الفيلد يونيفورم والنقطتين اللي بجيب بينهم البوتنشال ديفرنس الخط الواصل بينهم بارلل للإلكتريك فيلد. ادي الدلتا في 120، ادي الالكتريك فيلد اللي جبته، اقدر اجيب المسافه تطلع 17.7 سنتيمتر. نفس البروبلم اللي فاتت بالظبط، انا كررتها هنا بس بارقام مختلفه مش عارف ليه، هي نفس الايه البروبلم. بروبلم ثانيه بيقول لك سفير الراديوس 10 سنتيمتر والسيرفيس تشارج دنسيتي 15 نانو كولوم بير متر سكوير. ما قالش السفير دي كوندكتنج ولا نان كوندكتنج، لا، بس طالما عطى سيجما يبقى دي كوندكتنج سفير. سفير الراديوس بتاعها 10 سنتي وليها سيرفيس تشارج دنسيتي 15 نانو كولوم بير متر سكوير، طالما اللي تشارج متوزع على السيرفيس تبقى دي كوندكتنج سفير. اوجد المسافه ما بين تو ايكو بوتنشال سيرفيسز، الاولاني ليه بوتنشال 100 فولت والتاني ليه بوتنشال 75 فولت. اول حاجه هنجيب كيو للسفير دي، كيو بتساوي سيجما 4 باي ار سكويرد، تطلع اهي بالنانو كولوم،
دي اللي تشارج بتاعت مين؟ الكوندكتنج سفير. ال V بتساوي كي كيو على R، ده البوتنشال الناتج عن كوندكتنج سفير عند بوينت اوتسايد. عوضت بال 100 فولت، R1 تطلع ب 17 سنتي، يعني أول إيكوي بوتنشال سيرفيس بيبعد عن سنتر الكوندكتنج سفير 17 سنتي. هاجي أعوض عن ال 75 فولت، هيطلع الـ R 22.6 سنتي. الفرق ما بين الـ 2 R's، الفرق ما بين الـ R1 والـ R2، ده هيديني المسافة ما بين الـ 2 إيكوي بوتنشال سيرفيسز اللي اتكلم إيه عليهم. تمام؟ دول كانوا مثالين على الـ إيكوي بوتنشال سيرفيسز. آخر جزء عايزين نتكلم عليه في البوتنشال، وده ما يعتبرش حاجة جديدة، هقول لك إيه بقى. افتكر إن اليو الإلكتريك بوتنشال إنرجي بتساوي كيو في في، وافتكر إن أنا قلت لك كيو ماست بي بوينت تشارج، في بقى جاية من أي سورس، جاية من أي تشارج. فلو كانت الفي جاية من another point charge، دي تعتبر حالة خاصة، يعني point charge Q داش عاملة البوتنشال و Q هتتأثر بهذا البوتنشال، فساعتها ال U تساوي Q البوتنشال الناتج عن point charge Q Q داش على R، يعني K في Q Q داش على R. ده الرول اللي يدي الإلكتريك بوتنشال إنرجي ل 2 point charges. تمام؟ أما لو كان عندك جروب من البوينت تشارجز، دي ساعات بتبقى بروبلمز بتيجي وبتبقى سهلة، يعني دي من البروبلمز اللي جت لو جت في فاينل بتبقى إيه سهلة. بيقول لك هات التوتال إلكتريك بوتنشال إنرجي للجروب من التلاتة تشارجز دول Q1 Q2 Q3، المسافة هنا R1 2 R2 3 R1 3. فساعتها هتقول ان اليو التوتال بوتنشال انرجي بتساوي البوتنشال انرجي ما بين 1 و 2 بلس ما بين 1 و 3 بلس ما بين 2 و 3، كل اتنين تشارج مع بعض، يعني اليو هتساوي كي كي 1 في كي 2 على المسافة بينهم بلس كي كيو 1 كيو 3 على المسافة بينهم بلس كي كيو 2 كيو 3 على المسافة بينهم. خد بالك الديستانس هنا مش سكوير، لو الديستانس بقت سكوير دي بقت فورس، لا انا مش بتكلم على فورس. تمام؟ وخد بالك هنا مش بكرر، يعني ما بقولش يو 1 2 بلس يو 2 1، لا يو 1 2 هي نفسها يو 2 1 تذكر مره واحده. طبعا دي تعتبر بروبلم سهله علشان دول عباره عن كام تشارج؟ 3. لو كان عندك 4 تشارجز Q1 Q2 Q3 Q4 هتبقى يمكن أصعب شوية، أو مش أصعب أطول، هتبقى ساعتها الـ U total بتساوي U12 بلس U13 بلس U14، كده خلصنا الـ 1 بلس U21 أخدناها ما نكررهاش، يبقى U23 بلس U24، كده خلصنا الـ 2 بلس أخيرا U34، يبقى عبارة عن كام ترم؟ 6 ترمات. تمام؟ أقدر بالرول ده أجيب التوتال بوتنشال إنرجي لجروب من أكتر من تشارج. لو تفتكر بقى حاجة أخيرة، فاكر أول بروبلم بدأنا بيها يمكن الترم كله؟ لما قلت لك عندي 2 بوينت تشارج، هات اللي تشارج رقم 3 بحيث الجروب كله يكون in static equilibrium. فاكرين؟ 2 point charges، عايز التشارج التالتة مكانها والساين بتاعتها وقيمتها بحيث يكون الجروب كله in static equilibrium. ولما حليت البروبلم دي أفكركم، لازم التلاتة تشارجز يكونوا على نفس اللاين، تشارج بوزيتيف وتشارج بوزيتيف بينهم نيجاتيف، او تشارج نيجاتيف وتشارج نيجاتيف بينهم تشارج بوزيتيف، واخيرا قلت كمان لازم التشارج المضافه
تكون أقرب للتشارج الأصغر. المهم بعد ما تحل البروبلم دي، حاول إنك تجيب اليو توتال لمجموعة التشارجز دول، هما 3 تشارجز، هات اليو توتال للتلاتة تشارجز U12 بلس U13 بلس U23، هتلاقي إن التوتال إلكتريك بوتنشال إنرجي ليهم زيرو. ليه زيرو؟ لأن أساساً أنت قايل إن التلاتة تشارجز دول إن ستاتيك إيكوليبريم، يبقى البوتنشال إنرجي التوتال بتاعتهم هتطلع بزيرو. تمام؟ وبكده نكون خلصنا الإلكتريك بوتنشال. كده خلصنا الإلكتريك بوتنشال، وياريت بقى تدرسوا دراسة بتركيز، لأن طبعا زي ما قلت لكم إن الإلكتريك بوتنشال ده هيمثل الجزء الأكبر من الفاينل بإذن الله. طبعا أنا في الليكتشرز اللي عطيتها في البوتنشال حاولت أجمع عدد كبير من البروبلمز اللي هي تعتبر من أهم البروبلمز اللي موجودة في البوتنشال، وانت بعد لما تحل الشيت هتلاقي ان الافكار كلها مش هتخرج عن اللي انا قلته في محاضرات الالكتريك بوتنشال. المحاضرة اللي جاية ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هناخد فيها الكاباسيتور، والكاباسيتورز مش هتاخد مننا اكتر من محاضرة محاضرتين بالكتير قوي، وبكده نكون خلصنا الكورس باذن الله. يعني اللي بقلنا ان شاء الله فقط الالكتريك كاباسيتور. تمام؟ وده يعتبر سهل جدا جدا بالنسبة للإلكتريك بوتنشال. تمام؟ فياريت المراجعة والمذاكرة بجدية علشان أقدر أقول إنكم إيه استفدتوا من محاضرات اللي أنا بعتها لكم في الجزء ده والأجزاء اللي قبلها بإذن الله.